نشوف هذا الخيول وما ستؤول اليه هذه المسابقه. بكل تاكيد هناك ضيفري رقم واحد غيكون واحد من الخيول القويه كذلك بالنسبه لهذا السباق. ما نساوش كذلك بالنسبه لهذا الشوط هيام بالنسبه اقل وبعض المشاركين الاخرين كامثال فوره رقم 5 تنطلق بالتالي هذه المسابقه السابعه. المسافة ديال 1700 متر كيمروا هذا الخيول العربية البربرية 4 سنوات فما فوق. بالنسبة للمراتب الأولى يمكن أن نتابع رقم 8 فاشو الآن في المرتبة الثالثة بينما ننتظر باش نوضح الصورة نوعا ما باش نتعرفوا على صاحب المقدمة اللي هو الآن كنشوفوا رقم 14 هيام. هناك كذلك أظن بالنسبة لهذا السباق رقم 9 حطام وبعض الخيول الأخرى كأمثال رقم 7 حمري. هنا يظهر نوعا ما جليا تقدم كذلك بجانب رقم 10 هيتو اللي غيحاول يقترب من الجهة الوسطى. بينما في المرتبة الأولى واحد من الخيول أظن للسيد الحسن أصراف اللي هو دايفري اللي كيحمل ربما القبعة الخضراء أظن رقم 9 حطام اللي كيحمل القبعة البيضاء بالنسبة لهذه المسابقة. وكذلك هناك دايفري بالنسبة لهذا الشوط يكون واحد من المنافسين. بكل تأكيد رقم 5 كذلك فورة ضمن كوكبة المقدمة غتحاول تنطلق من الجهة الوسطى. هيتو كذلك في انطلاقة مميزة من الجهة الخارجية محاولة ديال رقم 11 العتيق. وكذلك يمكننا نشوفوا كذلك رقم 1 دايفري اللي غيكون ضمن كوكبة المقدمة. تقدم بالنسبة لي هو يام الآن في المرتبة الأولى رقم 5 كذلك فورة غتحاول تنطلق من الجهة الخارجية. هيتو رقم 10 كذلك محاولة من جانب حطام رقم 9 في المرتبة الثالثة لحد الآن من هذه المسابقة. ومحاولة كذلك العودة من جهة الحاجز من جانب رقم 11 العتيق اللي ربما يحاول يقلب الطاولة على المشاركين في هذه المسابقة الثنائي كذلك ديال السيد بن داوود والحسن. كذلك يقوم بسباق ممتاز وعودة قوية جدا كذلك من جانب رقم 7 اللي يحاول يقلب الطاولة انطلاقة ديال حطام رقم 9 وانطلاقة من الجهة الخارجية من جانب العديد من المشاركين خصوصا رقم 4 فنسى اللي غيحاول يطرق من الجهه الخارجيه ورفقات كذلك رقم 5 فوره. فوره في انطلاقه ممتازه فوره اظن اللي غتفوز بهذا السباق وفوره يحسم السباق بكل تاكيد. انا الخميس امناي يحسم المسابقه السابعه لصالحه ويتفوق بكل تاكيد فوره رقم 5 الفرس اللي كانت تنتمي للسيد خالد بري البالغه من العمر 5 سنوات تتفوق وتحصل الاول انتصار.